السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت أكمل الترابيزة الغريبة اللي أنا جيت أعملها. الخشب خلص مني، كتبتولي حاجات حلوة. اللي ما شافش الحلقة دي اللي فاتت لازم يشوفها عشان نكمل دي. أنا كنت بعمل الترابيزة دي والخشب خلص على حتتين خشب، فطلبت منكم تدوني إيه آرائكم، أنا أعمل إيه أعمل إيه، وادتوني آراء حلوة كتير. أخدت منهم واحدة هعملها، فخليني اقول لكم في الاول شكل الترابيزه ايه. يلا بينا. ادي الترابيزه اللي هتتقفل بعد كده، وده كان الوضع، وكان فاضل لي الحته دهيت، ولما احط الناحيه الثانيه هتبقى زيها تقريبا. فقعدت اسالكم اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. شكل الخشب حلو، بيتش باين، التفجيره بتاعته جميله. طيب ايه الافكار اللي جات لي؟ اول فكره المدام لقيتها، دخلت لقيتها بتلعب في الورشه، قالت لي بص حلتها لك، عملتها لك بالطول. وفعلا لما تتعمل بالطول هتنفع، بس المشكله بالنسبه لي ان انا كده واسعه قوي. يعني الترابيز دي معموله عشان الواحد يطلع البحر، يطلع البر، يطلع يعمل اي حاجه، ما يحط حاجه بقى تقعدش تقع في الرمله او تقع. فكنت عايز تبقى ضيقه كده، مش واسعه بالطريقه دي، مع انه الفكره طبعا قلت لها احلى حاجه وده اللي هنفذه، انما طبعا مش هقدر اعمل كده. دي اول ايه حاجه. تاني حاجه، جبت شويه الخشب اللي عندي قلت اظبطه. هنا كان في عقل فاخدتها وصلحتها والمنظر بقى عامل كده. هي يمكن مش باينه قوي في الكاميرا او في الشاشه، لكن للاسف باينه على الحقيقه. فانا لو حتى قصتها باين قوي انه هنا في يعني تصليح بشكل بايخ، فبرضو مش هعملها. طب هعمل ايه؟ حتتين الخشب الغامقين دول قلت ايه هم دول الحل ان انا اكمل بيهم. فخلينا نكمل بقى بحتتين الخشب، احطهم في الاواخر او في الاوائل. بفكر احطهم في الاول في النص هنا ونكمل على الباقي. يلا بينا. لما جيت يا جماعه عملت الوصله اللي جوه دهيت، فلما باجي اقفلها كده انا معتمد ان هي اللي حتتين الخشب دول هيمسكوا او يخبطوا في بعض فهيخلوها مستويه، انما علشان المفصلات اللي انا حطيتها بقت تعمل كده، فانا هعتمد على حته الخشب اللي انا هحطهم هنا هم اللي يخبطوا في بعض فتبقى مستويه. شوية بقى صنفرة عشان نظبط المنظر.
طب يا جماعة قبل عايزين نخلصها نحط شوية زيت حماية تيك وود. واللي ضحك في الموضوع ان انا في واحدة من دول ما لقيتهاش، فاضطريت اركب اللي هي كان فيها عيب صغير حطيتها هنا، وانا بقى بروق الورشة لقيتها ايه تحت الترابيزة. فيعني خلصنا بقى، خلينا نخلص القصة دي. طالع البحر في الشتاء. طيب يا جماعة اهي نفتحها كده ونعمل كده، نعمل دي كده وكده، والموضوع بقى جاهز.